تقرير طبعا يعني زملائي في الاعداد عملوه لحضرتك، نشوف التقرير ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير حمدي نوح. جول جول حمدي نوح لعطاها حلوه من توتو اوفر عند حمدي نوح وحمدي نوح شوط حلوه. جول الاول، جول جميل جميل جميل، 1-0 والعرض وحمدي يحط جول جول. واحد من النجوم الذين استطاعوا شق طريقهم بعيدا عن قطبي القمة. كتب اسمه بحروف من نور لامع في تاريخ الكرة المصرية. خدها والله، خدها ومشي وحيشوف وشوط جنب الخشبة. نجم فريق المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق والمدرب صاحب العين الخبيرة مكتشف النجوم حمدي نوح. يا كابتن محمد، يعني انت يا ابني اسعدتني واسعدت مصر كلها، وباذن الله تسعد مصر اكتر واكتر، وتسعد اهلك وتسعد محبينك. I have emotions when I see him. He's like my second father. ولد حمدي نوح في 23 من فبراير عام 1955 بحي الجمالية. شاهده اللاعب السابق إبراهيم عزيز وأعجب بمستواه وقدمه لمسؤولي نادي إسكو، فنال الشاب الصغير إعجابهم وقرروا ضمه لصفوف فريق الشباب بالنادي، وعمره لم يتجاوز 17 عاما. خاض اللاعب الشاب المشوار مع إسكو من دوري الدرجة الثالثة وتألق في مركز رأس الحربة، وقاد الفريق الصغير للصعود للدوري الممتاز، واستطاع في موسم عام 1978 تسجيل 14 هدفا ليحتل المركز الثالث في قائمة هداف الدوري خلف حسن شحاتة وحسن الشذلي، واحتل إسكو في ذلك العام المركز الرابع في الدوري المصري. وفي صيف عام 1978 التقطت أنظار مسؤولي المقاولون العرب حمدي نوح، ونجحوا في الحصول على توقيعه مقابل 110,000 جنيه في واحدة من أكبر الصفقات حينذاك، وسرعان ما أصبح واحدا من أبرز لاعبي الفريق واكتسب حب وعشق محبي النادي. قاد ذئاب الجبل للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 1981-1982، ثم البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس عام 1982. وفي موسم 1983 حدث الكثير من الخلافات بين حمدي نوح والإنجليزي مايكل إيفرت مدرب المقاولون العرب، ليرحل عن ذئاب الجبل إلى النادي الإسماعيلي، حيث ظل في صفوف الدراويش لعدة مواسم أحرز خلالها 30 هدفا، إلى أن اعتزل في عام 1987. مش حلوة وبالعرض وحمدي يحط جول جول جوه جول حمدي نوح. على الصعيد الدولي شارك مع منتخب مصر من عام 1978 وحتى عام 1983، حيث خاض 15 مباراة مع الفراعنة سجل خلالها 7 أهداف. وكان لابد من التكريم في نهاية المشوار الحافل، فحصل عام 1978 على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية من الرئيس محمد أنور السادات، ثم حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس محمد حسني مبارك عقب حصول المقاولون على بطولة إفريقيا عام 1982. عقب الاعتزال اتجه حمدي نوح للتدريب وتولى تدريب قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وهو مكتشف الثنائي محمد صلاح ومحمد النني.
كما تولى مسؤولية قطاع الناشئين في نادي الجزيرة الإماراتي لمدة 3 سنوات قبل الانتقال للتدريب في نادي العين لمدة 9 سنوات حقق خلالها 7 بطولات. وبالعرض وحد يحط جول جول.